ومرحبا، وكيف الحال؟ شو الأخبار؟ شوفوا، احنا هلا في شغلة اسمها اقتصاد صناعة المحتوى، اللي هو creator economy. فمهم انه نصير ندور على الأشخاص اللي هم مبدعين في هذا المجال ونشوف كيف ممكن نتعلم منهم، لأنه الكل عم بتعلم من التاني وكلياتهم عم بصيروا مجتمع مع بعض تقني وعم بيعلموا وبيساعدوا بعض. ففي بعض النصائح اللي بدي احكي لكم اياها اليوم، حركات حلوه مع ادوات كيف ممكن نلاقي هدول الناس، اوكي، باكثر من طريقه. فراح نبدا في اول منصه اللي هي اليوتيوب. فكيف ممكن نلاقي افضل الحسابات او الفيديوهات للقناه؟ فلنفرض اني انا بدي اروح على شوف القناة تبعت مين، تبعت هذا الشخص مثلا، هذا حساب شخص جديد، بدي اروح على حسابه على القناة تبعته، بعدين بضغط على الفيديوهات وبحكي ترتيب حسب الأكثر نشاطا most popular. فالفيديو هذا حصل على أفضل المشاهدات، بعدين هذا أقل منه أقل منه أقل منه. هلا بنروح لمنصة تويتر. نيجي هون على منصة تويتر. فعلا احنا اي حساب بيعجبنا، عجبنا الحساب هذا، يفضل انه نعمل له متابعة وبعدين نفعل الجرس. فهلا بصير وصلنا كل تغريدة بنزلها، هاي اول نقطة. تاني نقطة، لما اجيت عند حساب هذا الشخص انا منزل اداة اسمها تويمكس، هيا هون تويمكس TWEMEX تويمكس على كروم اكستنشن، بنزلها على المتصفح. شو بسوي؟ اي حساب بدخل عليه على تويتر بيعد لي ترتيب التغريدات حسب الاكثر نشاطا. خلينا نروح على لينكدين. فبالنسبة للينكدين بنيجي عند حساب الشخص، لنفرض انه هذا الشخص نزل منشور رائع جدا وعجبنا، فبنروح بنشوفه من خلال show all activity بعدين post. فنضغط هون مثلا وبعدين نشوف بوست، وهذا بين المنشورات تبعته هنا. حلو، ممتاز. طيب، في شغلة لما نيجي عنده على الحساب تبعه رح يحكي لنا LinkedIn الناس اللي زاروا حسابه زاروا الحسابات مماثلة لإله. فنفس الشيء، إذا لقينا شخص حسابه نشط وبنشر محتوى قيم، معناته هنا people also viewed حسابات أخرى قيمة. فأنا ممكن أشوف هذا، بفتحه في تاب، وهذا بتاب، يعني بتاب تاب تاب. فباجي هون هلأ في أداة أنا منزلها اسمها تابليو ستاتس، هيها هون تابليو ستاتس، منزلها على المتصفح. إيش بتسوي لنا هاي الأداة؟ نفس تويمكس، تويمكس لتويتر، تابليو للينكدين. بضغط هنا رح يفرجيني أنجح المنشورات اللي نزلها هذا الحساب. برضو من القائمة هذه بنتعرف على زملائه وناس نشطين وناجحين زيه. بنفتح وبنروح وبنشوف الأداة وبنتابعهم. فلما عجبنا واحد زي هذا مثلا بنفعل الجرس، فبصير كل منشور ينزله يوصلنا تنبيه على أساس أن نتعلم منه. فهدول ثلاث منصات وكيف أنه نلاقي أنجح المنشورات لكل ناشر محتوى أو كل صانع محتوى. إن شاء الله تكونوا استفدتوا. شكرا جزيلا، نراكم عن قريب.